أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل سرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا علمنا وما كنا للغيب حافظين.
واسأل القرية التي كنا يا بني اذهبوا فتعالوا
تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا.
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ولما فصلت قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.